طريقة المواش البحريني والمعبوج الكويتي. بحطها لكم، لا تنسون تشتركون في القناة وتسوون شير. هاي المكونات ماش طماط وحشيش، ناخذ الجنجر وندقه مع فصين ثوم، نحمس البصلتين نقصصهم لما يطلع الماي، نحط عليهم شوية زيت ونحط عليهم الثوم والجنجر، وبعدين نحط عليهم الربيان الجاف ونخلطهم، وبعدين نحط عليهم الحشيش والفلفل واللومي الأسود، وبعد نرد نحمسهم شوي، وبعدين نحط عليهم طماطتين شي تقريبا، نحط عليهم الكركم والابزار حسب يعني البهارات اللي تبونها، ونخلطهم مرة ثانية. بعدين نحط عليهم الماش المنقوع يوم كامل، وبعدين نحط عليهم ماي حار، نحط عليه شوية ملح، نذوق الملح شلون إذا تمام والله لا، ونخلي الماي لما يتطابخ. عقب ما يتطابخ نخلي عليه العيش، نخلطه شوي مع المكونات يعني مع الربيان وذي، ونقطيه لما يتشرب الماي. عقب ما يتشرب الماي نخليه 40 دقيقة، وهاي جاهز عندنا. وحين نسوي المعبوس، ناخذ فلفل جاف ونطحنه، فلفل أحمر، بعدين نحط عليه 5 فصوص ثوم، ونحط عليه شوية زيتون، نطحنه مرة ثانية، ونشفشف الكمون لما شوي تطلع ريحته، نحطه على الفلفل الخليط اللي عندنا، ونرد نطحنه، ونحط شوية ملح، وبعد نطحنه مرة ثانية، ومرة ثانية زيت زيتون نحط شوية، ويكون عندنا جاهز. نحطه في قرشة أو أي شيء، وعقب ما نحطه بعد نرش عليه رشة زيت زيتون، بيكون صلاحيته شهر في الثلاجة. هاي جاهز، ناكله مع المواش. علينا وعليكم بالعافية.